شفتي اليوم بالاستديو هي ضيفة مميزة. اليوم معي أكيد الشاعرة زبيدة العجارمة. هي بكل بساطة شاعرة أردنية تلبي نداءات الوطن في كافة المحافل الوطنية. كتبت أول قصيدة بعمر 9 سنوات في بدايتها، وكانت عضو في اتحاد الكتاب الأردني. أهلا وسهلا فيكي وصباح الخير. أهلا فيكي، سعد صباحك حبيبتي. أهلا وسهلا. يعني بداية بديت الشعر بعمر صغير، يعني 9 سنوات، كيف كانت البداية ومين اللي شجع، كيف تم اكتشاف الموهبة؟ خلينا نحكي. أول شيء سعد صباحكم مشاهدين عبر قناة نورمينا، القناة الأردنية اللي احنا بنفتخر فيها وبنطل عبرها على البيوت الأردنية. سعد صباحكم، يسعد صباح كل الأردنيين. بالنسبة للشعر كبداية، أنا يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا الشعر عشان يتميز ببلش بمتذوق مميز. كنت أتذوق الشعر، حتى أني الأغاني التي تلفظ باللهجة البدوية كنت أكتبها وما يهمني لحنها، يعني أكتبها وأستمتع بهاي الكلمة. في البداية شجعني والدي، كان يحفظ كميات من الأبيات مهولة وكنت أستفيد من خبرته، وشدني حبي لوالدي بإني أنا أفوز برضاه وأبرع في هذا المجال اللي هو يعشقه. ومن هنا بدأت الحكاية. قلبي تلك التي بمدح فيها أهلي وعشيرتي وبلدي، يعني اللي فيها رمز دائما، ما بوجه لشخص معين، أنا دائما بتغنى بالرمز، بعشق الرمزية في التعبير. يعني دائما خلينا نحكي أبرز، خلينا نحكي دائما اللي عم تكتبيه هو قصائد وطنية، قصائد نحكي للمحافل كافة، يعني كل ما عم بيصير مناسبة بتكوني أول الصباخين لمثلا كتابة الشعر. والله أحرص أنا على المشاركة، وبالعكس أنا يعني بتعرفي ظروف الإنسان مش دائما بتسع فوق، ووقته ومسؤولياته الكثيرة ممكن أنه ما تسع فوق يخط بالقلم، يعني لكن أنا رصيدي من الكتابات يمكن قليل، بس الحمد لله بكتب قصيدة لو بالسنة قصيدة، بس بعرف أنها بتثبت حضورها وبتترك بصمة، لأنها في إحساس. يعني أنا ما بكتب بحجم بعدد المناسبات، أنا ممكن أكتب قصيدة وطنية في السنة واحدة، بس بحسها بتعيش معي وبتترك صدى يعني للي بسمعها بيحبها. وها يعني هاي أهم نقطة أنا بحرص عليها. يعني هلأ نحن شوي حنكون طماعين، حابين نسمع أبشري. أول شيء بداية شو محضرت لنا كبداية؟ والله أنا حضرت الكثير الكثير ونوعت، لأنه بحب دائما أطلع عبر لما يكون في جمهور بيعرفك وبيتحرك وبينتظرك، أنت بدك تكون حريص على إرضاء هذا الجمهور، وأنا بحب الناس اللي بتحبني وبتتابعني، بوجه لهم تحية، مع أنه معظم اللي أنا بحبهم مداومين في هذا الوقت، لكن بعرف أنه في ناس بحضروني فبحضر لهم كل مميز. كبداية بدي حضرت لك قصيدة أنا أول مرة ألقيها، هي جديدة. قصيدة للوطن، الله يزيد فضلك. أقول: ثورة عروبة شبه مرهم أو علاج، وشمغنا الأحمر بداية وسمنا، واسود علمنا كنا هالبحر لاهاج، من دولة العباس ثرنا وقمنا، فينا بياض العلم قايم كمنهاج، وبني أمية ياخذ العلم منا، ومروجنا الخضراء تسطع كمسراج، كل الفصول بتحكي اليوم عنا قصة عطاء وحب تكتب بإنجاز، جيش وشعب رمز الأمن يا وطننا، فينا عزيز النفس لو خاطره لاج، شعار لكن ما يراوغ قلمنا، كلمة وطن بالقلب شريان سجاج، يدفك كرامة وعز يروي عزمنا، أردن إذا ما جاه موقف أو احتاج، من قصى وريدي يرسم الحب فنا، ما ريد أزيد القول هرجي بها حراج، يوم المواقف نثبته لا تسنى، قصة عشق يا ناس ما يلزم اخراج، بالأردني دور البطولة تغنى، بين الفوتيك وسيف في سنبلة وتاج، وتاريخنا يحكيه قصة علمنا. ما شاء الله، الله يعني كلمات جميلة، الله يسعدك، يستاهل الوطن. تسلمي يا ربي. يعني خلينا نحكي بكل قصيدة عم تكتبيها، شو هو الجو المناسب لإلك تتبلشي تبدعي وتتبلشي تمسكي القلم وتخطي، خلينا نحكي تكتبي؟ بتصدقي أختي أنه هذا السؤال دائما يتراود لذهن المتذوقين، طبعا رفيعين الذوق شرواكي. أنا من عندي كزبيدة
ما في جو وما في شموع وما في إنارة وما في هدوء وقمر وليل وهاي الأشياء الرومانسية الحلوة، مو هاي الدافع للكتابة. أنا كشاعرة بكتب يمكن من عمر 9 سنوات، عمري الآن 33 سنة. الحدث هو الموجه الوحيد، الحدث يعني أنه يصير معي شغلة أو أحزن على منظر أو أتفاعل مع شخص، يعني لازم يكون في محرك حسي يجبرني إني أكتب حتى لو في عز الليل. أنا في بعض الأبيات موجودة معي جبتها على الاستوديو اليوم، صدقي إنه أنا دندنت قافيتي وأنا أحاول إني أنا أغفي للنوم، وصحيت الصبح عندي 3 أو 4 أبيات طبعا على السريع بركاض رحت سجلتهم وطلعوا معي أبيات حلوة لحد الآن بحتفظ فيها. يعني ببساطة، هي البساطة عنوان الشعر والدافع الوحيد الإحساس، والدافع الوحيد دائما. يعني هل نحكي، هل ممكن من الشعر إنه أبيات الشعر هي تحاكي نفسها، ولا لازم تكون أبيات الشعر موجهة لأحد، أو مثلا مفروض إنها تكون موجهة أو مكتوبة بأحد؟ أنا بدي أضحكك، في يوم من الأيام شفت الشعراء ما شاء الله كيف شعراء زملائي، أنا بعرف تقريبا مش ثلثين، أكثر من ثلثين المحيط الأدبي والشعري بالأردن، فشفت الشعراء كيف بتغزلوا بهال يعني الغزل، يعني الشاعر بدون التأنيث بيقدر على كمية من الغزل ملفتة للنظر حلوة، فعجبني هذا كمية الغزل اللي يأتي بها الشاعر. فحصل معي موقف معين وكتبت، وجدت اني انا عبرت عن حالي، يعني الله يبعدنا عن الغرور نوعا ما، بس حلو الانسان انه يوصف نفسه، حلو انك تعرف حدود نفسك. فعندي ابيات، بدي اقرا ابيات قليله يمكن. انا بدي اسمع. طبعا انت بتعرفي انه قبل هالمره حكينا انه لقبي مهره، انا الحمد لله يعني هذا بعتبره رمز للاصاله وللبداوه، الله يسعدك. واحنا اهلنا، اهلي بعشيرتي يتعزوا بمهره، هم اخوان مهره، مهره جدتي مش انا، يعني انا بشرفني اكون امتداد لها، لانها كانت بتعرفي الكبار يعني هم رموز طبعاً في أكيد. تاريخنا. لكن انا كتبت واستفزني سؤال، مين مهره؟ يعني مهره رمز، زي ما الوطن رمز، زي ما بلدتك رمز، لوائي بالنسبة لي رمز، مهرة بالنسبة لعشيرتي رمز وأنا أعشقها. هي الفتاة النشمية، خلينا نحكي طبعا نشمية أكيد أردنية. نشمية رمز. كل نشمية أردنية هي مهرة. فأنا كتبت لمهرة، مهرة جدتي، قلت حرة تمشي على هداب الحراير، حرة تمشي على هداب الحراير، خشمها يشمخ على خشوم وشوارب، شورها راية عزيزين الضماير، رايها محشومة يثنيه ذارب، من حلاها ينكشف لي به سراير، في بحور وصالها تاهت قوارب، من غلاها تسكب عيوني عباير، كن قلبي للعشق بيت ومضارب، منهي مهرة علمها ماشي وطاير، شوفي منهي واسألي عني كواكب، النساء ما يمتحن عذب المناظر، شن قالوا ما بها غير المصايب، اسألي التاريخ يا بنت العشاير، إني مهرة وثابتة يوم المحاضر، وحرة تمشي على هداب الحراير، وخشمها يشمخ على خشوم وشوارب. تسلم سمك. الله يسلمك يا رب. يعني هلأ بدنا نحكي، يعني هل في إمكانية نحكي لتعلم، يعني هلأ الشعر كذا كذا نوع، هل أنت في عندك إمكانية أو حب، خلينا نحكي، لتعلم نوع جديد من الشعر، يعني إضافة إلى الشعر اللي أنت تهويه وتحبيه وتلاقي حالك أنه أنت تكتبي فيه، هل الشعر خلينا نحكي هو إضافة إلى الموهبة، هو ممكن يتعلم؟ أول شيء السؤال جميل وذو أقطاب يعني عديدة. كبداية يعني أنواع أو بحور أو مواضيع الشعر قد تعلم، بس الغرس زي ما تفضلتي هي موهبة. يعني شخص مهما كان متذوق راقي، هو لا يبرع في حبك أو نزج قصيدة، صعب أني أعلمه، بس شخص مبدع في حبكة القصيدة ممكن أنه يتعلم، يعني يكتب في مواضيع أخرى، يتعلم كيف يبدع في بحور أخرى ممكن، لكن الأصل يجب أنك تنزل من بطن أمك شاعر، تكون انت شاعر بالفطرة موهوب، ساعتها هذا الذكاء يكون في ملكة الشعر موجودة. في كثير شعراء متميزين واحسن مني وكبار، بس مثلا يفتقروا لملكة الإلقاء،
شوفي كيف الأمور بتكمل بعضها. هم يعني شعراء أقوياء، بس ملكة الإلقاء ممكن إنها تخذلهم. فموضوع إنه تتعلم، الإنسان بيعيش حياته كلها وموته وهو بتعلم. أنا لازلت بحس حالي إنه بتعلم، بتتعلم يعني لازلت بتعلم من، ممكن أتعلم من شعراء مبتدئين أصغر مني، يكونوا هم بذكائهم يسلطوا الضوء أو بقعة الضوء على مثلا نقطة تكون غايبة عني، ليش لا، بتعلم من الأقل مني ومن اللي أحسن مني. يعني نحكي هلا، يعني لاحظنا بالشعر يلي عم تكتبي الكلمات القوية البارزة أو الكلمات اللي نحكيها هي من البداوة. يعني هاي الكلمات أدي، يعني أول شيء حلو إنها تنضاف للشعر، وأدي أيضا مثلا صعب مثلا وضعها، وأدي هي صعبة على الإلقاء. شوفي هذا السؤال جدا ذكي، لأنه مرة توجه لي من إعلامية اختلفت أنا وياها في قضية اللغة واللهجة واللكنة واللهجة المحكية. أول إشي بحب أحكي، أنا بدي أحكي عن نفسي، أنا كبدوية الأصل أصلا عمانية المنشأ، وفي أصول عروق يعني مش عربية، والدتي مدنية. الطفل أول ما ينهل الكلمة والحرف بياخد من والدته، بوجه لها تحية، بحكي لها صباح الخير يا أمي، ولو أنها ما عم تحضرني لأنها مسافرة، بحكي لها سعد صباحك يا أمي. علمتني أبجديات الكلام، هي مش بدوية، هي مدنية، وبتتحدث مثل اللغة اللي حضرتك تتحدثيها يعني، وبتفهم علي زي ما حضرتك بتفهمي. إحنا لا شك إنها صعبة. أنا بحكي إنه مش عيب إنه تيجي شاعرة مثلي في مثل عمري ومثل سني إنها تعمل حلقة وصل ما بين الجيل اللي ما بيتقن اللهجة البدوية اللي حضرتك تفضلتي إنه مفرداتها صعبة، بالعكس قد يتوق الجيل إلى فهم هاي المصطلحات ولا سماعها، ولا سماعها وبيحب يتعلمها. واجبي أنا واللي مثلي إنه بما أني أنا بتقن المدنية أو المحكية العامية الأردنية اللي بتنحكى بالشارع اللي عادي نتداولها، واجبي إني أعمل لينك وحلقة وصل بين الطرفين، إنك تكون السهل الممتنع. يعني في مصطلحات أصعب وصعبة علي على فكرة، أنا بالنسبة لي كأردنية يعني إحنا بنعيش ببيئة ريفية بسيطة، في مصطلحات أكثر بداوة من المصطلحات اللي أستعملها، بس أنا قد قيل لي أكثر من مرة وبطلب رأيك في هذا الموضوع إنه مصطلحاتي أسهل من هذيك المصطلحات. فبتحسي إنه الشعر المفهوم، خلينا نحكي مهما كانت الطرف اللي قبالي عماني بحت أو مدني ممكن إنه يفهم علي، وهذا الشيء بيسرني جدا 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 وبثلج صدري إنه يتفاعلوا معي كل الطبقات. بيسرنا نحن أيضا كمستمعين. الله يسعدك. الله يعني أنا لك. مش حابة أختم قبل ما أسمع شيء من أبيات الشعر. ابشري باللي بدك يا برضو قصيدة أول مرة أقرأها، اسمها لعاش الزعل. والله يزعل حدا من حدا، وتدوم المحبة على بلدنا وعلى أهلنا وعلى الأردنيين كلهم. أكيد طبعا. أقول دامك أنت تملك الروح وجسدها، دامك أنت تملك الروح وجسدها، وش يهم من مت بيدك أو حياة؟ ودام حبي حب أم في ولدها، إن زعلت أموت وحيا لا رضيت. ودام موتي لعزتك يرفع عمدها، ليتني ما كنت على الدنيا وجيت. دون عزك قبر مهرة يا بعدها، ليت قبري للزعل يا روح بيت، يا جدار النفس يا غالي سندها، لو دموعي تسعدك مت وبكيت. لا تروح وتترك المهرة وحدها، ولا تقول انسى حتى لو نسيت، في وصالك تاخذ ايامي رغدها، وفي بعادك تحترق روحي بليت. ليت عمري نص عمرك يا سعدها، ما دعيت الغير عمرك ما دعيت، تعتريني حروف قاتلني بردها، وتشتكيني حرف حرف وبيت بيت، وانت نور ونار بضلوعي وقدها، لو شكيت النار لنوارك شكيت. ودامك انت تملك الروح وجسدها، وش يهم من مت بيدك أو حياة؟ وسلامتك. صحة لسانك. صحة بدنك. تسلمي، شكرا كتير لإلك لحضورك. أكيد الشاعرة زبيدة العجارمة، شكرا كتير لإلك مرة تانية. أنا يعني أسعد. أنا من أكثر اللقاءات اللي انبسطت فيها. وأنا أسعد أختي. تسلمي.